خطورة هذا المرسوم وأثره على عمليات التغيير الديموغرافي التي يقوم بها النظام برعاية إيرانية. هذا جزء من التغطية الإعلامية التي قام بها تلفزيون أورينت عقب إصدار الأسد المرسوم رقم 10 والهادف للسيطرة على ممتلكات السوريين المهجرين. الحلقات الثلاث التي بثت عبر برنامج هنا سوريا أحدثت جدلا كبيرا في الشارع السوري بعد توضيح تفاصيل المرسوم والغاية من ورائه والكشف عن نوايا النظام بإجراء تغيير ديموغرافي في المناطق التي هجر أهلها منها قسرا. وكان الهدف من تغطية أورينت نيوز الخاصة بهذا المرسوم إظهار خطورته والدعوة لتقديم شكاوى دولية من شأنها الوقوف بوجهه. نحن حاولنا منذ البارحة كتابة مذكرة من اللجنة القانونية إلى هيئة الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى عديد الدول. ويبدو أن تعاطي الإعلام مع تبعات هذا المرسوم هو ما دفع الحكومة الألمانية للحديث بحزم حول المرسوم ودعوتها لحلفائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد ضد تنفيذه لما يحويه من تسلط ونهب علني لممتلكات المدنيين تحت رعاية القانون، وهو الأمر الذي سيعود بالضرر على هؤلاء المهجرين حيث سيصبح أمر عودتهم لبلادهم أشد صعوبة. الآن من المقرر على ما يبدو مصادرة أملاك أشخاص فارين بذريعة واهية وإفقادهم كافة ممتلكاتهم، وهذا من شأنه أن يغير الظروف المحلية لصالح النظام وأنصاره، وهذا الشيء سيصعب بالطبع عودة اللاجئين إلى موطنهم، ولا ينبغي علينا مشاهدة ما يفعله النظام دون ردة فعل. يتعين علينا أن نفكر مع شركائنا في كيفية منع هذا الطلب الساخر. على الطرف الآخر دفعت هذه التصريحات الأوروبية أمين سر مجلس الشعب خالد عبود لمحاولة تغيير ملامح المرسوم ومراده لينفي في حديث أجراه مع وكالة سبوتنيك الروسية وجود نوايا لدى النظام بمصادرة أملاك السوريين مضيفا أن المرسوم كما تم تداوله هو مخالف للدستور السوري أصلا وللمادة 15 منه والتي تنص على أن لا تنزع الملكية الفردية من قبل النظام إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. وحاول عبود تخفيف أثر المرسوم وتحويره من خلال ادعائه بأن المرسوم تم تفسيره بشكل خاطئ وهو الأمر الذي اعتبره متابعون محاولة أولى للتراجع عنه لما أحدثه من أثر على الحاضنة الشعبية للنظام قبل غيرها وعلى موقفه أمام دول الاتحاد الأوروبي التي تتحدث عن أحقية عودة اللاجئين فيها إلى منازلهم.